بون السلام عليكم خاوتي، رانا رجعنا لكم في الفيديو تاع اليوم. كما تكلمت معاكم سابقا قلت لكم باللي اليوم راح نجيكم بالاثبات تاع السحب تاع الدراهم اللي خرجتهم من الموقع اللي حكيت لكم عليه، ولا المتجر تاع اشري اشات دي زاد اللي حكيت لكم عليه مقبل يا جماعه. وبزاف منكم يعني راهم يخدموا به، وكاين جماعه كبيره ما امنونيش ولا ما على باليش، بدلوا باللي نكذب عليهم باللي الموقع ما يخلصش. اليوم ان شاء الله راح نوريكم الاثبات وراح نشرح لكم اكثر اكثر، لان الموقع جدد كامل الامور تاعو، كامل الواجهه تاع الموقع تاعو، يعني امور جدد بالبزاف راح نحكوا عليهم دوكا. بون يا جماعه، قبل ما تجوا لهذا الفيديو ننصحكم انا يعني الشرح التفصيلي الكبير قاعد درتو في فيديو من قبل، يعني وراه الفيديو ها ولا يا جماعه. الفيديو هذا اللي وصل 17000 مشاهده الحمد لله، هذا للجزائريين يربح اكثر من مليون يعني سنتيم او درهم دينار اسبوعيا دون فعل شيء مع المتجر هذا. يعني هذا الفيديو اللي فيه 19 دقيقة كنت فاهمها يا جماعة تقدر تدي دراهم لا باس عليهم. في هذا الفيديو راح نشرح، لكن ماشي بهذا التفصيل الكبير اللي شرحته في هذا الفيديو ان شاء الله، يعني راح نحاول نوصل كامل المعلومات للناس. بون اول حاجة ننصحكم تفرجوا هذا الفيديو، دوكا نروحوا مباشرة للموقع تاعنا ونشرح لكم كيفاش الخدمة. الموقع سموه اشري اشات دي زاد يا جماعة، اشري اشات دي زاد. راح نخرج من الموقع تاعي باش نوريكم الواجهة تاع الموقع تاع اشري اشات دي زاد، يعني هكذا اشري اشات دي زاد. رابط الموقع ان شاء الله راح توجدوه اسفل هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا هذه هي الواجهه تاع الموقع يعني اشري دوت نت، راح نترك لكم الرابط ان شاء الله للتسجيل اسفل هذا الفيديو. يعني موقع شباب، هذا الموقع عباره عن متجر، يعني هو ان ستور متجر يعني في وهران، المقر تاعو في وهران. هذا المتجر يعني هما عندهم ستوك وكاع، لكن هذا المتجر هو واجهه باش يبيعوا المنتجات تاعهم. عندهم بزاف منتجات يا جماعه، تسيبوا منتجات تقدروا تدخلوا هنايا تسيبوا باريزون، قال هنا كاين 6 منتجات 31 منتج، يعني كامل المنتجات موجودين هنا. تختاروا المنتج اللي يساعدكم يا جماعه، اللي حاب يشري منه يشري، يا ما كاش مشكله. مثلا هما على بعض المنتجات، هذا قال لي يدير 390000، هذا 160000، يعني اسعار ثاني شباب بزاف. واحد المنتجات اللي كاينين مطلوبين، يعني يا جماعه واحد المنتجات يعني مطلوبين، يعني مطلوبين بزاف. يعني شوفوا المنتجات تاعهم كي دايرين، هذو بعض المنتجات برك يا جماعه، كاين بزاف منتجات متواجدين. يعني كم تشوفوا معايا، نزلوا نزلوا نزلوا، سيبوا عندهم بزاف منتجات يا جماعه، ومازالوا راهم يزيدوا مره على مره يزيدوا منتجات. هذا هو الموقع، يعني موقع عباره عن متجر تشري منه يوصل لك منتجات. بون المنتجات وهاد الامور كيفاش يوصلوا، ماهوش كيما المتاجر تاع الشناوه وكاع. هذا الشيء شباب في هذا المتجر، انك بعد ما تشري منتج يوصله لك حتى للدار، وتخلص حتى يوصل المنتج، يعني ما كاش منها تخلص اون افونس بعد ما يعجبكش المنتج، لا لا، حتى يوصلك المنتج للدار باش تخلص. بون قبل ما نبداو في اي حاجه، نروحوا طريقه التسجيل في هذا الموقع باش نبداو نحكوا عليه. تروحوا برك مون كونت، ايوا باش ديكوليكتي لي هذا، تروحوا مون كونت، ايه هيا لا كونفيرمي، تروحوا مون كونت يا جماعه هنايا، تروحوا كونيكسيون، غير تروحوا كونيكسيون يقول لك حاب تدخل في الحساب تاعك ولا حاب تسجل تسجيل جديد. تدرك الرابط الموجود اسفل هذا الفيديو ان شاء الله. دير شون ريجستري، يعني دير رقم الهاتف الخاص بك مثلا هكذا، دير اسم مستخدم تولي تدخل به مثلا هكذا هكذا، دير ادريس تاعك او جيميل الخاص بك، ودير هنايا كلمه سر هكذا مثلا، هيا ودير تسجيل، يعني دير تسجيل، يعني دير شون ريجستري. بعد ما تسجل احيانا يرسلوا لك رساله في الجيميل باش تاكد التسجيل، روح تفقد الجيميل الخاص بك اللي سجلت به، اذا وجدت رساله مرحبا، ما وجدتش مباشره روح كونيكسيون، دير ايميل، دير كلمه السر، ودروب ايدنتيفيكاسيون. بون نبداو نتكلموا شويه على هذا الموقع، نفصلوا فيه. اول حاجه بعد ما دير ايدنتيفيكاسيون تاعك تظهر لك هذه الواجهه. في هذه الواجهه تصيب بزاف صوالح، سمحوا لي على هذه الاعلانات، تصيب بزاف صوالح. عندك ديتاي كونت افيليي تيليشارجمون ادريس كوموند، كوموند هي المنتجات اللي طلبتها انت، مثلا تطلب كاش منتج ولا تحب تشري كاش منتج ولا طريقه شراء منتجات، دوك نوريكم كي ديروا لها. هذه هنا كوموند، الحاجه الزوجه اللي هي تيليشارجمون. تيليشارجمون واش فيها؟ ندخلوا نشوفوا هنايا تيليشارجمون، هنايا يحطوا لك بعض الامور حول المنتجات وهاد الامور، يعني هذه ما تحتاجون، دوك نوريكم واش تحتاجون انتم يا جماعه. عندك لي زادريس، الادريس، الادريس واش هي؟ الادريس هي العناوين، يعني هنايا دي ادريس اجوتي ان ادريس باغ اكزومبل باش يرسلوا لك حاجه ليك انت، يعني اللي خاصه انت باش تشري ماشي للناس، خلينا باش تربح دراهم. من انت تحب تشري حاجه لازم لك اجوتي ادريس، يعني تضيف يعني عنوان، عنوان المنزل الخاص بك. تدرك برك على اجوتي ودير الادريس تاعك، عندك اسمك لقبك نون دو لونتربريز ماشي اجباري ديرها خليها خاويه، عندك هنا البلد بين غادي دير الجيري، عندك هنا نون ايبرين نون نيميرو اي نون دو ري رقم واسم العنوان ولا يعني الحي اللي تكون فيه،
هنا تبغي تزيد ابارتمون ماشي اجباري، هنا المدينه، هنا المنطقه، الرمز البريدي ولا كود بريدي، رقم الهاتف، الايميل تاعك، ودير سوفغاردي. هنا دوك نروحوا ديتاي دو كونت. ديتاي دو كونت واش فيها يا جماعه؟ يعني نحوس نحكي لكم كل حاجه بالتفصيل باش تفهموا. ديتاي دو كونت فيها المعلومات الخاصه بك تاع الحساب. هنا عندك اسم واللقب والاسم تاعك، هنا تقدر تبدل المود باس تاعك، تدير رقم الهاتف الضيف هنايا كيما تحب. دوك نروحوا للافيليات. قبل ما نروحوا للافيليات نروحوا للطابلو دبور ولا الواجهه الرئيسيه. الواجهه الرئيسيه فيها هاد الامور اللي تكلمنا عليهم. دوك نروحوا للافيليات. كيفاش دوك انا ندير دراهم من هذا الموقع؟ كيفاش ندير دراهم من هذا الموقع؟ راح نتكلموا على حساب ما هادرين هما. بون نروح مباشره للارباح تاوعي. دروك عندي 100000 مازال ما خرجتهاش، وخرجت تقريبا واحد 300000، يعني راه كاين ارباح. ودوك نوريكم الاثبات ان شاء الله. دوك يظهر لكم هنا في الجنب يا جماعه اثبات باللي تحدثت معاهم في الواتساب واكدوا لي ورسلوا لي الريسيو كاع. واش هي الحاجه اللي عجبتني بزاف في هذا الموقع يا جماعه؟ عندهم واحد الستاف تكنيك يا جماعه، واحد الستاف تكنيك. يعني ما معنى الستاف تكنيك؟ الناس اللي واقفه على هذا الموقع، الناس كيما نقولوا اللي يتصلوا بك، يعني المختصين ولا اللي يخدموا في هذا الموقع، يعني والله لا والله يا ناس، يعني الله يبارك عليهم يا جماعه. شوفوا النهار اللي تسجل فيه يعيطوا لك يرحبوا بك، يقول لك اش ما خصك حاجه ما فهمتهاش كاش امور، يعني حاجه شباب بزاف. النهار اللي تبيع كاش منتج ولا النهار اللي تجي تخلص، يعني النهار اللي كل شهر عندك تخلص، كل شهر كل ما تبغي تخلص يعيطوا لك في رقم الهاتف يقولوا لك خويا راه جا الشهر تاعك، ها شهر عندك دراهم باغي تخرجهم، اعطينا السي سي بي تاعك فاش راك تحب تخرجهم كدا. يقول لك لا ماكش داير السي سي بي، مثلا ماكش داير السي سي بي، هنا يقول لك دير اعطينا السي سي بي، بعثوا لنا في رساله ولا تحب نتصلوا بك ولا كدا. مين يبعثوا لك دراهمك يقول لك بلي الو، يعاود يعيط لك يقول لك رانا بعثنا لك دراهمك، اعطينا كاش وسيله نتصلوا بك باش نرسلوا لك اثبات الدفع. مثلا سي سي بي يقول لك اعطينا نوريو لك نرسلوا لك الريسي باللي رانا رسلنا لك دراهمك ومرحبا بك، كاش تعامل اخر مرحبا بك. حتى الناس اللي يشروا المنتجات اللي تخدموا معاهم انتوما ويشروا المنتجات، فور ما يشري المنتج يعني ولا يدير طلب المنتج يعيطوا له مره ومرتين ويزيدوا يرسلوا له رساله، يعني لا يعيطوا له مره الاولى صابهم بلع، يعاودوا يقارعوا شويه، يعاودوا يعيطوا له مره ثانيه صابهم بلع، ما يمشي يكرهوا، لا يعاودوا يرسلوا له رساله ويقارعوا له 24 ساعه ولا 48 ساعه باش يانيلوا المنتج. يعني حاجه واعره بزاف. كيفاش نخدم؟ هنا عندي بعض الناس اللي داخل معايا، انا عندي الريزو تاعي في 553 بنادم يا جماعه، يعني ريزو لاباس عليه. هنا بريزونطاسيون دو لونتربريز اشري، يعني هنا يعرفوا لك الاخر، انا نعرف فيه بيان سير، ما تحتاجوش تدخلوا تشوفوا تعريف اخر. هنا يقول لك كومو ان كليون بو اشيتي ان برودوي سير لو سيت، كيفاش الشخص يتاي يشري منتج من هذا الموقع. يقول لك اختار المنتج اللي راك باغيه، اختار اللون والكميه اللي راك باغيها، ادرك على اجوتي او باني. دوك نوريكم انا كامل هاد الامور. الا باغي منتج اخر قعد الدور، حوس منتج ثاني ودير سامبلومون كولار ودرك ثاني اجوتي. الا بغيت تشري نوت برودوي ثاني نفس الشيء، درك اجوتي او باني، ابوي سير فاليدي، تدرك على فاليدي لا كوموند، من بعد دير المعلومات تاعك، اسمك، لقبك، الايميل الاخر باش يرسلوا لك، ودرك على كوموند. بوليتيك كونفيرماسيون، كيفاش يعني كيفاش يتصلوا بك من تدرك من تبغي تطلب منتج من تاكد. هنا يقول لك لورسكين كوموندي بري لو كليون ريسوا ان ابل دو كونفيرماسيون على بار دو سيرفيس دي شري اشيت دون زان ديلي دو 24 48 ابري لا بريز دو كوموند. يعني بعد ما انت ولا اي شخص حاب تربح معاه 10000 ولا 20 ولا 30، يعني تدي معاه عموله وتعطيه المنتج يشريه، بعد ما يدير طالب المنتج بعد 24 ساعه حتى 48 ساعه يعيطوا له باش ياكدوا معاه اللي راح حاب يشري هذا المنتج ويرسلوه له. الى الكليون نا با بي ريموندر ان اوتر بريمير ابل بليس دوزيام ابل ان ميساج سورا انفوي اوتوماتيكمون بو لانفورمي سور لا كونفيرماسيون دو لا كوموند. يعني اذا ما جاوبش على الاتصال الاول عاودوا عيطوا له مره ثانيه، اذا ما جاوبش على الاتصال الزوج يرسلوا له ميساج باش ياكدوا له اوتوماتيكي باش ياكدوا له راه باغي يشري. لا كوموند تولي اون اتونس اون اتوندون لابيل دو كليون بور ريانفورمي لا كوموند، يعني عيطوا يقارعوا له يعاود يعيط بعد ما يرسلوا الميساج. بعد 84 ساعه الى ما كونفيرماش السيد اللي حاب يشري تتانيلا، ويقدر يعاود يتصل بهم باش يعاود يكونفيرمي، يعني يعاود يشريه من جديد. بوليتيك ديليفراسيون، يعني بوليتيك ديليفراسيون هنا نهدروك منها، واش هي الولايات اللي يتعاملوا معاها هذا الموقع؟ يتعامل مع عين تموشيت، اجيت، لمسان، مستغاليم، سيدي بلعباس، اورون، بليداب، ومرداس، تيبازاب، جايش، لف، معسكر، غيليزان، سعيده، تيارت، وتيزي وزو. هذو الولايات، ولايات واحد اخرين ما يتعاملش معاهم يا جماعه، ما تلقوش ترسل لهم منتجات. اسعار الشحن، يعني فري ديليفراسيون. هذه الولايات اللي راكم تشوفوا فيهم هنا 40000 والاخرين 60000. وهنا يقول لك شحال الوقت باغ اكزومبل هذا سمانه هذا حتى 10 ايام، يعني هنا تقراو كامل الولايات وشحال يقعد الوقت باش يوصلهم المنتج. ليفراسيون لو ليفر كونسيرني فوتر كونتاكتي لو كليون بو لي انفورمي دو لور اكزاكت ليفراسيون سون كولي.
يعني الليفر الشخص اللي غادي يوصل له المنتج حتى للدار، يقول له الساعه الوقت اكزاكت اللي راح يوصل فيه البلاصه اللي راه باغيها السيد باش يوصل له يعطيه المنتج. الى الكليون ما ريبونداش على التليفون في لابيل الاولى، يعاودوا يعيطوا له الزوجه، يعاودوا يرسلوا له ميساج، لا كوموند تانيلا اوتوماتيكمون، والكولي هذاك ولا المنتج هذاك عاود يرجع للديبو. يقدر يعاود يعيط عاود يتحصل المنتج السيد عادي، يعني ماهمش عنصريين. الا ما طلبش صاي يكملوا معك، تقدر تعاود تعيط عادي، يعني يحسنوا العوان كما نقولوا. بوليتيك دو ليشانج، هذه الحاجه اللي عجبتني بزاف. المنتج كي يشري حاجه وتوصله للدار، اذا صاب المنتج خاسر ولا مانيش عارف ولا فيه بروبليم ولا فيه ديفو ولا ما عجباش، قبل 24 ساعه يعاود يتصل بهم يقول لهم بنرجع المنتج، ويرجعه عادي بكل سهوله، يجمعه ويبدله له عادي، يعني رومبلاصه له يعطيه منتج جديد عادي. قراوا هنا باش تفهموا هذه الامور غايه. كومون دوموندي لو ريشانج دان ارتيكل، يعني بلا ما عجبك المنتج قبل 24 ساعه تعيط لهم في هذا الرقم وتقول لهم بلي ما عجبنيش ولا خاسر ولا، ويعاودوا يبدلوه لك، ما كاش مشكله. ديفونير ان فوندور اونلي افيك اشري ديزل. هنا شوفوا يا جماعه، هنا الارباح. اشري فودون فودون، طولت شويه في الفيديو. اشري فودون لا شانس دات فوندور دون سون اسباس ان فوندور لي كلاكسي وكذا كذا كذا. انا يعني لخص لكم الامور، كل مبيعه تندار باسمك انت، يعني اي شخص يشري مبيعه باسمك انت تدي لها 10000، يعني ما راح تدير والو، انت فقط راح تاخذ رابط المنتج ديرها باسمك تعطيه للشخص غير يشري، سي بون. والشركه تتصل بكل شيء، انت تدي 10000 تاعك، يشري 100 واحد عندك مليون تاعك. والحاجه الشابه يا جماعه شايله، بون كل شهر الاخر يدي معك 40000 برك، يعني ما تخلصش في البديات، صح كل شهر يدي معك 40000، يعني الدراهم اللي فوق 40 تديهم انت. هنا كومون ترافاي منا، دوك نفهمكم هذه الامور. كاينه حاجه يا جماعه تقدر تدي ارباح اضافيه. كيفاش ارباح اضافيه؟ كومون غاني شاك جور. عندك حاجه اسمها الافيليات، عندك برومي لين ودوزيام جينيراسيون. يعني برومي جينيراسيون تقدر انت تبارطاجي الرابط تاعك في هذا الافيليات، الرابط تاعك الاحاله مع الناس، مثلا يدخل معك 100 واحد باسمك انت، يدخل 100 واحد ماشي يشري، يدخل باش يخدم ثاني، باش هو ثاني يبيع. كل ما يبي يدير مبيعات تدي عليه 5000، يعني 100 واحد كل واحد فيهم يدير مبيعه عندك 500000، راكم فاهمين. وهذوك اللي جاوا كون يجيبوا عيط لهم دوزيام جينيراسيون، كل ما واحد فيهم يدير مبيعه هما يدوا 5000 وانت تدي 2000. يعني تخيلوا انك جاك 100 واحد في السطر الاول و1000 واحد في السطر الثاني، وانت ثاني راك تبيع، شحال دخل ارباح يا جماعه؟ اتمنى انكم فهمتوا. بون طريقه الخدمه، اول حاجه عندك تروح الماركتينغ. هنا عندك ليان دو باريناج، ليان دو باريناج، هذا ليان دو باريناج هو باش تدخل معاك العباد، ماشي باش يشرو، باش مام هما يخدموا تدي تاني ارباح. تاخذ هذا الرابط مثلا، تاني راح يكون عندك رابط كيما هذا، تديه تروح هنا ماركتينغ ليان دو باريناج، تدي هذا الرابط وبارطاجيه مع الناس. قال كاين واحد المتجر شباب يعطيكم فرصه انكم تخدموا من داركم وتحصلوا على ارباح، كل مبيعات تدي لها 10000، انت تدي 5000 تايا، تبارطاجي تدخل معاك 100 واحد، كل ما يدير واحد فيهم مبيعات تدي تا 5000. هذه الطريقة الأولى، وهما كي يجيبوا الناس يديروا تاني أنت تدي 2000 وما يدوا 5000. الطريقة الثانية هي ليان دي برودوي. كيفاش ليان دي برودوي؟ دونك أنا نروح للبوتيك تاعهم، مثلا أنا بين 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 نرسل منتج لواحد، يعني كيفاش؟ يعني يا جماعة واحد راه عجبه منتج، مثلا مثلا نقولوا واحد عجبه هذا المطرك، واحد كبير شيباني عجبه هذا المطرك، حاب يكومونديه يا جماعة، يعني حاب يكومونديه. ناخذ أنا الرابط هذا المطرك هكذا ونديرو هنايا، نروح ماركتينغ ونكتب ليان دو برودوي، نروح هنا نوضع المنتج تاعي، نوضعه هنا، يعني هنايا قالت لين قالت لين قالت لين كذا كذا كذا، ندير هكذا كولي وندير له تشوز، نشوفوا اللي خرج لنا المنتج ولا لا. لا لا صح، ما بغاش يخرج لنا المنتج، معليش نكتبوا اسم المنتج يا جماعه، ندوا اسم المنتج معليش، اجي ستاب كام هكذا ونوضعوه هنايا هاك، نتمنوا انه يخرج معنا. الا ما خرجش نحوسوا منتج اخر، معليش ماشي مشكل، برك نروحوا هنايا نصيبوا منتجات، يعني هاهما المنتجات، هاهما المنتجات يا جماعه. شوف معايا، شوف هنا يقول لك مثلا تبيع هذا المنتج، ها شحال يدير تدي 10000، هذو كامل راح تدي عليهم 10000 يا جماعه، كامل راح تدي عليهم 10000 يا جماعه، راكم تشوفوا معايا 450000 منا كذا كذا كذا. مثلا هذا المنتج، هذا المنتج اللي هو افضل منتج حتى الان، راه يتباع بزاف، يعني راه يتباع بزاف يا جماعه، سموه ريترس دو، هاي اللي سقم الظهر، يدير 100000 راح تدي 10000. ندرك على جات لينك هكذا، يعطوني الرابط تاعي، يعني يعطوني هذا الرابط، هذا هو الرابط اللي نعطيه للسيد باش يكوموندي منه، ما ناخذش رابط المنتج ديريكت منه. يعني كاين هذا الرابط اللي هو رابط منتج نورمال، راكم تشوفوا هنايا في الاعلى يكمل هنا دو، يكمل يدير 100000 هنايا، وكاين الرابط اللي راح نديه هنايا جات لينك، نضرب جات لينك يعطوني الرابط بالاحاله تاعي، و 77 ما من تا يعطوه لك،
تديه اول حاجه راح ديرها تدخل المنتج تشوف اذا كاين ولا لا. نجي مثلا انا لهذا المنتج لهذا نصيب اللي راه كاين 66 اون ستوك، يعني راه كاين 66 وحده اسمها راه كاين، ناخذ هذا الرابط ونبارطاجيه مع الناس. دونك انا مثلا بارطاجيته مع اي شخص، الشخص هذا من يحب يشير راح يدخل على الرابط هكذا، ولا راح تاتك موديله عادي، يعني تقدر تاتك موديله يقدر يدخل لروحه. بعد ما يدخل هو يبغي يشري هكذا، شوفوا يا جماعه واش راح تجي. بعد ما يدخل هكذا ويبغي يشري راح يدرك على اجوتي اوباني، هكذا يدرك على اجوتي اوباني، يعني راح حاب يشري المنتج هذا، يدرك على فاليدي لا كوموند كيما راكم تشوفوا هنا، راح طيح له 100000 لا ليفراسيون من 40000 حتى 60000. دونك نتكلموا على هذه غايه، يدير الاسم تاعو مثلا هكذا، اللقب تاعو، العنوان تاع الدار تاعو اللي حاب يصلح فيها المنتج، المدينه، رقم الهاتف تاعو، نوت هنا كاش لي نوت ولا كذا ولا كذا، كاينه حاجه هنا المدينه، هنا في المدينه فهمتكم يا جماعه كاين مدن مقبولين وكاين اللي ماشي مقبولين. دونك نرجع انا وين نرجع، نرجع هنا الافيليت راكم تشوفوا معايا يا جماعه، نرجع الافيليت ننزل هنايا ونشوف المدن المطلوبه، يعني اذا السيد تسقسيه مين انت، اذا قال لك انا من عينت موشنت ولا اجي ولا تلمسه ولا مستغالي ولا كذا، تقول له سعر التوصيل شحال 40000 ولا هادو 60000 مثلا. هذا انا من مستغالي، مستغالي سعر التوصيل عندي 40000، نكتب هنا المدينه تاعي باللي راهي مدعومه المدينه تاعي مستغالي، راكم تشوفوا يعني خلي مستغالي وندير كوموندي، يعني بعد ما دير كوموندي راح يوصلها يعني راح يعيطوا لك في التليفون يقول لك بصح راك باغي تكوموندي هذا المنتج ولا لا، يقول لهم واني حاب نكوموندي، يرسلوا له المنتج وانت تدير 10000 تاعك بسهوله تامه. هذه طريقه طلب المنتج، هذه طريقه الربح الاولى وطريقه الربح الثانيه عبر ما تدير الناس معك. بون دوكا انايا كاينه حاجه كيفاش الطريقه اللي نسوق بها لهاد المنتجات، يعني كيفاش نسوق المنتج تاعي باش تحصل الارباح، شرحت لكم من قبل وريت لكم كيفاش يا جماعه. تروح الفيسبوك، تروح الفيسبوك هكذا، تروح للمتجر ماركت بليس، تروح للماركت بليس هذا، هذا الماركت بليس واش دير فيه؟ تبغي ماركت بليس، تبغي لي جروب، انا ننصحكم بلي جروب تاع البيع والشراء، يعني ننصحكم لي جروب تاع البيع والشراء تاع الولايات المدعومه هنا، يعني الولايات اللي كاينين هنا مثلا بومردا سي بازا، قاعد تدخل فيهم وقاعد دير فيهم المنتجات. مثلا نروح ماركت بليس ندير اجوتي ولا فوندر ان ارتيكل هكذا، ندير فوندر، انا ما غاديش راح نوريكم بالخف يا جماعه، اللي حاب يفهم كيفاش يبيع يروح للفيديو الاول اللي وريته لكم الساعه. دير فوندر ان ارتيكل، تاخذ صوره المنتج، تاخذ عنوان المنتج ولا اسم المنتج هكذا، مثلا تدي صوره تاع المنتج هكذا، تدي البري تاع المنتج هكذا، تدي البري بزياده يا جماعه، انا ننصحكم تدي البري بزياده، و تدي صور كاع يا جماعه، كاين كاش صوره وحده، كاين بزاف هنايا يا جماعه، تدي كامل صور المنتج، تروح الفيسبوك فوندر ان ارتيكل، دير هنا كو فون فونديفو، يعني شاك حاب تبيع، قال ريدريس دو نحطها هنايا هكذا، درني يا جماعه هكذا، البري تاعو شحال؟ قال إلا مستغالي تسمى 100 ونزيدو لها 40000 تاع توصيل، نكتب 1400 دينار هكذا، باش ما باش السيد ما تحشيهالوش، راكم فاهمين؟ هنا البلاصة وين مستغالي، كاتيغوري تقدروا ديروا كاتيغوري كما تحبوا، جاردام هنا، سونتي قال سونتي يعني صوالح تاع الصحة، وتزيد التصاوير تاعك هنايا، ضيف كامل تصاوير دوك 4 ولا 5 تصاوير، ودير سويفون وتنشر المنتج تاعك. ولا الطريقة الثانية نروح مثلا هنايا لي جروب، نكتب اشاتيفون هكذا، اشاتيفون يخرجوا لك اشاتيفون تاع بزاف ولايات يا جماعة، بيع وشراء لعديد الولايات، مستغانم هادو أنا تاعي مثلا مستغانم، تضرب برك هنا تروح جروب وتدخل في الجروبات الكبار تاع البيع والشراء، يعني تدخل في الجروبات الكبار تاع البيع والشراء اجوتي فيهم وتبدا تنشر المنتجات. هذه هي طريقه التسويق والحصول على العموله تاعك. كاينه حاجه نتكلموا عليها، دوك انا واحد من يشري المنتج راح تطلع لي الاموال هنا في هذه، واحد من يسجل ولا من يشوف الامور راح يطلعوا لي كامل الامور هنا، ستاتستيك، ستاتستيك راح نشوف فيها كامل الامور اللي صراو عندي، يعني كامل الامور هنا، شحال عندي من الاحاله، شحال من الارباح ربحتها، شحال الارباح مازال ما خرجتهاش، شحال من الزياره شافوها في الرابط تاعي، يعني مثلا نزيد هنا ستاتستيك ندير ترافيك لوك، مين دخلوا مين جاوا، يعني حتى مين مين سيد مين جا ولا دخل ولا ابونا ولا ما ابوناش، تنزل هنا تسيب قال سيد هذا دخل من الواب، عذرا دخل من الواب، هذا دخل من هنا، دخل من هنا، واذا تحولت ولا لا، زيد الاملام، الاملام شايله، الاملام هي اللي من الناس الجماعه اللي معك اذا خدموا، يعني اذا مثلا ننزل هنا ونوريكم كل واحد يسجل تدي عليه 20 دورو هيك يا جماعه، يعني باش نفهمكم برك يا جماعه، كل واحد يسجل تدي عليه 20 دورو، يسجل معك 100 واحد تدي عليه 10000 ياك، يعني هادو هادي غير زيادة تاع تسجيلات، هادو كامل ليفل 1، ليفل 1 يعني المستوى الأول، هادو جاو باسمي أنا، كل واحد فيهم يدير مبيعات يدي 5000،
وليفل 2 كل واحد فيهم يدير مبيعه ها ولا مثلا ها ولا واحد ليفل 2 هادو ليفل 2 كل واحد فيهم يدير مبيعه ندي 2000 فهمتوا؟ نتمنى لكم فهمتوا. وهنا نصيب الريزو تاعي ياك جماعه، هنا نصيب الريزو تاعي يعني الناس اللي دخلتهم معايا ها هما يا جماعه، ها ولا الريزو تاعي هادو كامل باسمي انا. الخط الاول ديالهم 5000 وهادو الخط الثاني راكم تشوفوا، ها ولا واحد خط ثاني، ها ولا واحد خط ثاني، هادو خط ثاني، هادو خط ثاني، يعني ريزو الريزو يا جماعه ريزو صاير. هذه عيطوا لها ام ال ام هيستوريك ريفيرنس. نروحوا هيستوريك ريفيرنس واش معني هيستوريك ريفيرنس؟ هنا الدراهم اللي ديتهم، كل تسجيل تدي لي 20 دولار قلنا هاك، كل تسجيل تدي لي 20 دولار. نروحوا صفحه رقم 2 مثلا، هنا تصيب الدراهم اللي دخلوك. مثلا هنا واحد دار مبيعه، هذا حوحو باع منتج، هو احاله شخص اول ليا مباشر ليا، ندي عليه 5000. الى انا درت ندي 10000. اتمنى انكم فهمتوا يا جماعه. بالنسبه لطريقه السحب، كل شهر يتصلوا بكم عيطوكم في التليفون يقول لكم شحال عندكم ارباح. مثلا واحد دخل غير دوكا راكم تشوفوا، يقول لكم شحال عندكم ارباح، يقول لك يدي 40000 تاعو تاع الشهر ويخلي لك ارباح تاعي، يقول لك فاش نسهل لك سي سي بي ولا وراك باغي، يقول له انت سهل لي سي سي بي، يقول لك عطني سي سي بي تاعك، تعطي سي سي بي تاعك يرسل لك ويعاود يعيط لك يقول لك فاش نتصل بك باش نرسل لك التاكيد ولا الريسي اللي راح تشوفوه دوكا ثاني هنايا. وسي بون دراهمك يجوك. هذا هو الموقع تاعنا تاع اليوم يا جماعه، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش برك تدعمونا باللايك والاشتراك، ونتلاقاو في درس قادم ان شاء الله.